نحن من حيث المبدأ لا نقول أنه إذا تزوجت بالفاسق الزواج باطل. نعم نعم، الكفاءة في الإسلام لا بد منها بالنسبة إلى الزوجة، يعني أن تتزوج من هو مسلم، من هو كفء لها في الدين. نعم فمسألة الكفاءة في الدين هذا شرط أساسي، ولكن لو تزوجت بمن هو مسلم نعم ولكن ليس متدين، أو ما نعبر عنه نحن بالفاسق، إذا نعم كان مثلا شاربا للخمر، تاركا للصلاة، من حيث المبدأ نقول بأنه لو تزوجت بالفاسق أو بتارك الصلاة، طبعا غير منكر الصلاة، تارك الصلاة، فالزواج صحيح ولها أن تتزوج به. الآثار والتبعات نعم، ولكن الإسلام لا ينصح المرأة أن تتزوج بالفاسق، لأنه من لا دين له لن يكون عادلا مع المرأة. من لا دين له، يعني من لم يكن عادلا مع ربه، ومن لم يكن منصفا مع ربه لن يكون منصفا مع زوجته، أو يقولون على الأقل المثل هو الشعبي من نعم اللي ما بخاف من الله الله خاف خاف منه. منه، نعم يعني بالتعبير التعبير اللي العامي. ما بخاف الله خاف منه، نعم لأنه الذي لا يخاف الله عز وجل، يعني الفاسق، لن يراعي الحدود الشرعية مع المرأة. على الأقل أيضا سيكون هو أقرب لأن يكون يعني لا يقدم الحقوق الشرعية للمرأة. على هذا الأساس نعم، الإسلام حث وشجع ودعا المرأة أن تتزوج بالمؤمن نعم بذي دين وأيضا ذي خلق حسن. جيد، نعم فإذا لو تزوجت بالفاسق زواجها صحيح، نعم ولكن الأفضل لها، الأحسن لها، الأدوم أيضا للحياة الزوجية، أن تتزوج ب أن لا تتزوج بالفاسق، بشارب الخمر، بتارك الصلاة، مثلا بالزاني ومشاكل ذلك، لأنه في ذلك مصلحة للزواج وللبيت الزوجي، ومصلحة في نهاية المطاف.